كبير جزئية اللجنة الأولمبية بتوقف، أو يعني حاجة غريبة، بتوقف كابتن حمادة المصري عضو يعني مجلس أو عضو اللجنة الأولمبية وعضو مجلس أو عضو اتحاد الكرة السابق. ما أعرفش، يمكن كابتن حماده طبعا نجم من نجوم النادي الاهلي، واللي يمكن كان موجود مع زميلي كابتن شادي محمد هنا في برنامج من بتاعه كابتن شادي طبعا الكره والجماهير، واتكلموا في بعض الامور ورايه في اللائحه الخاصه طبعا بالنادي الاهلي، والاجراءات اللي حصلت في اللجنه او الجمعيه العموميه الخاصه طبعا بالتصويت على لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، وراي كابتن حماده المصري كعضو اللجنه الاولمبيه وموجود. كابتن حماده المصري اتكلم مع كابتن شادي بمنتهى الصراحه ان الاجراءات الخاصه بالنادي الاهلي او هذه الجمعيه كانت صحيحه، وان اللائحه الاسترشاديه اللي جت هي جت من مجلس او جت من وزاره الرياضه واقرها على طول اللجنه الاولمبيه. بالتالي بعض التصريحات اللي قالها كابتن حماده المصري ما كانتش على طبعا هوى اللجنه الاولمبيه، واللي اتكلم فيها او اللجنه الاولمبيه قالت ان كابتن حماده احرجنا او يعني احرج اللجنه الاولمبيه، وكان ضد طبعا اللجنه الاولمبيه اللي هو عضو فيها. بالتالي يعني بعض الامور الغريبه، يعني الموقف انا ما كنتش حابب اتكلم غير في الكوره، لكن طبعا ده خبر النهارده كان موجود، فبالتالي لازم كنا نتكلم عليه بشكل كبير. ده طبعا في ظل الصراع اللي كان موجود الفتره اللي فاتت موجود بخصوص طبعا اللائحه واجراءات الجمعيه العموميه الخاصه طبعا بالنادي الاهلي في الفتره السابقه. هروح للناقد الرياضي عبد الشافي صادق، صديقي واخي طبعا وحبيبي، الناقد الرياضي بالاهرام. استاذ عبد الشافي مساء الخير عليك. كابتن يا جميل، كل سنه وانت طيب ووحشني ودايما بسعى عليك، وعاوز نروح برضه تاني قناه السويس الجديده. حبيبي هنروح طبعا، كل الانجازات اللي بتحصل في بلد نبقى موجودين معاها ان شاء الله. حبيبي حبيبي منور استاذ عبد الشافي طبعا قناه الاهلي. في البدايه عايز اقول لك يعني بتشوف قرار المفاجئ لوقف كابتن حماده المصري من كعضو من اعضاء اللجنه الاولمبيه، ازاي بتشوفها ازاي بعد طبعا تصريحاته الخاصه اللي كانت موجوده في قناه الاهلي؟ كابتن محمد انا عاوز اقول حاجه مهمه، بعيدا عن او ليس دفاعا عن كابتن حماده المصري، ما حدث اليوم في قرار اللجنه الاولمبيه هو دهس الحقيقه، هو دهس لكل شيء جميل، هو دهس ان واحد يطلع يقول الحقيقه، هو محاوله لتصدير الرعب والترويع والارهاب للناس اللي عايزين يقولوا الحقيقه وعايزين ينوروا الناس ويقولوا لهم اللي بيحصل في الكواليس. كابتن حماده المصري هو عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه. التحويل والتحقيق عشان طلع قال ان ما فيش مجلس اداره اجتمع عشان ياخد قرارات مهمه او يعتمد لوائح، هذا الكلام بدل من وزاره الشباب والرياضه والوزير خالد عبد العزيز يحقق فيه في على اعتبار ان اللجنه الاولمبيه هيئه رياضيه تابعه لوزاره الشباب والرياضه، تم ايقاف الكابتن حماده المصري. انا مش بدافع عن الكابتن حماده المصري ولكن ادافع عن الحقائق. عندما يطلع واحد مسؤول كبير في اللجنه الاولمبيه ويقول ان اللجنه الاولمبيه لم تجتمع وان هم بيفسروا اللوائح حسب مزاجهم وان هم بيصدروا القرارات اللي حسب مزاجهم، ده انا شايفه فضيحه في الرياضه المصريه. انت بتحاول تكمم الافواه، انت بتحاول تخرس الناس في الوقت اللي فيه رئيس جمهوريه مصر العربيه بيتكلم عن الحريه والديمقراطيه. الوقت اللي فيه مصر تمارس الحريه، في وقت اللي فيه مصر مصر الجديده اللي بتخطو الى مصر الحديثه. انا اللي شايف ده ان محاولات التكميم الافواه، لكن المصريين مش هيكمموا، المصريين مش هيسكتوا. واللي حصل ده انا من وجهه نظري افسره ان القشره هتقسم ظهر البعير بالنسبه للجنه الاولمبيه اللي تحولت بقدره خادم الى جهه سياديه تقوم بتنفيذ القانون او جهه مسؤوله عن الرياضه في مصر، على الرغم ان هي هيئه رياضيه. هيئه رياضيه ينطبق عليها ما ينطبق على كل الهيئات الرياضيه، وان هي المفروض يبقى في الاجهزه الرقابيه بتراقب الناس اللي فيها، اجهزه رقابيه تراقب اموالها اللي بتاخدها من الدوله. انا ما اعرفش، احنا دلوقتي نعيش زمن الفوضى. الفوضى في الرياضه على فكره مش شيء اخر، زمن الفوضى. طب واحنا هل كنا متوقعين يا استاذ عبد الشافي ان بعد قانون الرياضه واصداره والامور احنا شايفينها راحه لتطور مفروض، يعني مفروض، وان زي ما قالت قبل كده او كنا بنتكلم قبل كده ان
الهيئات الاهليه الرياضيه بالنسبه طبعا للانديه والاتحادات هي ليها الحريه في جزئيه تقرير مصيرها، ان الامور بترجع لورا اكتر مش تقدم قدام. وعلى فكره كمان يا كابتن محمد، الماده 3 في قانون الرياضه بتحصن مجال في الادارات، تحصنها ان هي قاعده لغايه ما تحط نظامها وتوفق اوضاعها ولغايه ما تصدر لوائحها. لكن لما يطلع، لما حد يدهس القانون وحد عاوز يطلع يتكلم ويقول ان ما فيش اجتماع حصل في اللجنه الاولمبيه على اعتبار ان القانون بيقول يلزم اللجنه الاولمبيه مجلس ادارتها باجتماع بكافه اعضائها لاعتماد اللوائح واتخاذ القرارات المهمه، اذا كان ده ما حصلش وواحد مسؤول ما حصل يطلع يقول الكلام ده بدل ما نحقق مع المسؤولين في اللجنه الاولمبيه يتم ايقافه. وانا اعتقد هناك اصابع من الجهه الاداريه في ايقاف الكابتن الكابتن حمد. طيب كابتن حمد اتكلم على جزئيه انه هيقدم شكوى للجنه الاولمبيه، بتشوفها ازاي برضه استاذ عبد الشافي؟ ما هو هيقدم شكوى على اعتبار ان اللجنه الاولمبيه فيها لجنه تظلمات، ده لو فيها لجنه تظلمات وليها لائحه وليها دستور يتم. لا انا بتكلم على اللجنه الاولمبيه الدوليه بقى، مش اللجنه الاولمبيه المصريه. اللجنه الاولمبيه الدوليه اعتقد لو وصل الامر ده للجنه الاولمبيه هيكون في خطوره على اللجنه الاولمبيه المصريه. احنا عندنا نموذج غريب يا كابتن محمد. الاول مره في تاريخ دول العالم لجنه اولمبيه هي تدير الرياضه في وطن كبير اسمه مصر، في دولة عظيمة اسمها مصر. اللجنة الأولمبية لا تدير رياضة. يا أستاذ الفاضل، يا كابتن محمد، ألمانيا واحنا مش أقل من ألمانيا، وزارة الداخلية بتشارك في إدارة الرياضة. إلى جانب وزير الثقافة والرياضة في ألمانيا، إلى جانب المجلس الوطني الفدرالي الألماني، إلى جانب وزير الدولة لشؤون الرياضة. إحنا أعطينا كل شيء، كل السلة خدتها اللجنة الأولمبية، عشان كده في فوضى، هنا في تصفية حسابات. هنا انا حد مش عاجبني هوقفه عشان طلع قال الحقيقه. فانا اللي شايفه ده تكميم للافواه، تصدير الرعب، ترويع الناس، عشان ما حدش يسمع الا قرارات المفتش كرومبو. طيب انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي يعني. انا شايف ان المشهد قاتم، المشهد في فوضى، لازم حضرتك نحترم القانون، احنا وضعنا قانون علينا احترام هذا القانون، علينا ان احنا كل واحد يقوم بدوره وواجبه اللي خوله ليه القانون. استاذ عبد الشافي استاذ النقد الرياضي بالاهرام بشكرك، ويعني طبعا بنسعد دايما بتواجدك معنا هنا في قناه الاهلي استاذ عبد الشافي. يعني على الجانب الاخر ايضا الاولمبيه المصريه بترفض ترشح السرجاني انتخابات اتحاد الكره، يمكن برضه نفس الموقف، بعض الامور بتتاخد معرفش بشكل شخصي. يعني هل كابتن او الاستاذ السرجاني بيكلم الاستاذ علي السرجاني الرئيس السابق لاتحاد كره الطايره على منصب الرئاسه؟